مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في موجز الأخبار. المؤسسة الوطنية للنفط تعلن عن رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة اعتبارا من اليوم، وتصدر تعليماتها لشركة أكاكوس بمباشرة ترتيبات الإنتاج مع مراعاة معايير الأمن والسلامة العامة. يأتي هذا عقب التوصل إلى اتفاق يلزم حرس المنشآت النفطية بإنهاء جميع العراقيل التي تواجه حقل شرارة. في سياق متصل، أكد رئيس الوطنية للنفط مصطفى صنعالله أن المؤسسة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة صناعة النفط في ليبيا من جميع الجوانب، استكشافاً وإنتاجاً وتكريراً وتصنيعاً وتصديراً وتسويقاً، وذلك وفقاً لقانون النفط والتشريعات الليبية النافذة. يأتي هذا إثر اجتماعه مع سفراء الاتحاد الأوروبي. بيّنت الخارطة الوبائية لفيروس كورونا في ليبيا أن أكثر من نصف حالات الإصابات والشفاء خلال 24 ساعة الماضية كانت في العاصمة طرابلس. فمن بين 1026 إصابة جديدة أعلن عنها مركز الرصد، سجل طرابلس 546 حالة جديدة و156 حالة شفاء. أفاد عضو مجلس النواب محمد الرعيد خلال برنامج فلوسنا أن السياسة التعليمية المتبعة في ليبيا خاطئة، مشيراً إلى أن 85% من الشباب يتخرجون من الجامعات، وهو معدل غير موجود في العالم، حيث لا يتجاوز معدل خريجي الجامعات 15%، في حين يلتحق البقية بالمعاهد التقنية. بكل تأكيد ليبيا استمرت في سياسة خاطئة في التعليم، وأصبح 85% من الشباب الليبي يتخرج من الجامعة، وهذا لا يوجد في أي دولة في العالم. كل دول العالم اللي يتخرج من الجامعة ما يفوتوش 15%، والباقي الكل يدخل معاهد تقنية، ومعاهد تقنية تكون معاهد فيها إمكانيات كبيرة، ويكون فيها آلات ومعدات وتدريب صحيح، ثم يخرج لسوق العمل. تشهد أسعار اللحوم بمدينة العجلات انخفاضاً طفيفاً في الأسعار، أرجعه أغلب الباعة إلى الأزمة الحادة التي ضربت صغار التجار، مما جعلهم مجبرين على التخفيض في الأسعار تفادياً للخسائر. نتابع. الخسارة طالما كلها تكسير. السبب أول شيء تكسير سوق، ثاني شيء تحديات في بعض التجار، ثالث شيء كلها تبيع بخسارة، وهذا والسوق قاعد زي ما هو. كان في حاجات كاتبينها وهي مهنش. وقبل ختام الموجز، مشاهدينا، نترككم مع أسعار المواد الغذائية ومواد البناء وآخر أسعار العملات. بهذا نصل إلى نهاية الموجز. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.